بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا عايز أستأذنكم في إن إحنا نقف، بس المرة دي مش هنقف وقفة حداد، لا، إحنا هنقف عشان تحية تقدير واحترام لبطل حقيقي. البطل ده هو مصر وشعبها، مصر وشعبها. اسمحوا لي ان احنا الوقفه دي وقفه تحيه وتقدير واحترام لكل المصريين، لان هم ونحييهم لو سمحتم، نحييهم لو سمحتم. اتفضلوا استريحوا. قبل ما ابدا الكلمه، انا فعلا عايز اقول لكم ان لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الثلاث سنين ونص او الاربع سنين اللي احنا بنتكلم عليهم الا، والكلام ده مش اطراء او مجامله مني، لكن هو إقرار بحقيقة، لأن ما كانش ممكن أبدا يتحقق ما تحقق إلا بيكم، بالمصريين، بشعب مصر. هو حد يتصور إن إذا كان في إنجاز تحقق، في حد يقدر يقول إنه حققه لوحده؟ لا، كل مواطن في مصر موجود هنا أو مش موجود، الحكاية مش حكاية لا حكومة ولا قيادة، ده حكاية ناس، ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش، ناس فضلت تصبر حتى الصبر عاجز، او جاهد الصبر، ان ايه الصبر ده؟ وانا بقول لكم الكلام ده كلكم عشان انتم اللي بيسمعني دلوقتي يعرف ان احنا مرة تانية لم يكن يتحقق ما تحقق الا بيكم، وانتم حتى شايفين ان اي حد كان بيحاول يعمل إصلاح كان دايما بيبقى رد الفعل، يعني حتى دلوقتي انتوا بتشوفوا في لنا أشقاء في دول كتير بتشوفوا رد الفعل في أي دولة في العالم إلا انتوا، إلا انتوا. وعشان كده عايز أقول لكم انتم يعني أكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، وقسما بالله أنا صادق في كلمة، في كل كلمة بقولها لكم. فأي مصري موجود في مصر ولا حتى خارج مصر ارفع راسك، واوعى تقول أبدا، اوعى تقول ابدا ان انا صبرت وكنت بعاني. لا، انت ما كنتش بتعاني، انت كنت بتبني وبتعمر وبتعمل لابنائك وابناء ابنائك، واللي بيعمل كده عمره ابدا ما يحس انه كان بيعاني او بيتالم، بالعكس هو الجندي اللي بيحارب بيقول أنا رايح أحارب وزعلان، ولا بيقول أنا بحارب وفرحان إنه بيدافع عن وطنه وعن بلده وعن عرضه؟ ده بيبقى فرحان. اوعى تفتكروا إن الجهاد والحرب فقط كانت هي القتال، انتم قتلتم كل
أم قدمت ابن، كل زوجة قدمت زوج، كل ابنة قدمت أب، ثم كمان كل أسرة كانت مش هقول بتعاني. ما يصحش أقول إن أنتم كنتوا بتعانوا، ما يصحش، لأن اللي اتعمل عظيم قوي، عظيم. وربنا سبحانه وتعالى يساعدكم زي انتم ما ساعدتم انفسكم، ويكرمكم زي ما انتم اكرمتم انفسكم. وبالنسبه لي انا بقى على المستوى الشخصي، انا بشعر بفخر شديد وانا قاعد في اي مجلس من المجالس اللي بلتقي بيها مع ضيوف من خارج مصر، وبقول لهم اوعوا تفتكروا ان الحكايه حكايتنا، حكايتي انا او حكايه قياده وحكومه، دي الحكايه حكايه شعب مصمم على انه يعمل مستقبل ويعمل نمو ويعمل تقدم ويعمل حضاره ومصر على ذلك. فالشرف كل الشرف، والكرامه كل الكرامه، والفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم ليكم انتم. احنا الكلمة هتبقى طويلة شوية، وارجو ان انتم من فضلكم تسمعوها يعني وتستحملوا الاطالة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أبناء شعب مصر العظيم، نجتمع هنا اليوم ونحن على مشارف انتهاء فترة رئاسية أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن العزيز، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن والحفاظ على حاضره ومستقبله. خضناها سويا وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة، وأخطار جسيمة تحيط بالوطن في كافة الاتجاهات. وقبل أن نستعرض سويا ما حققناه وما أنجزناه، فإنه من المحتم علينا أن نستعرض ما كان من تحديات تواجهنا، فلكي نمتلك القدرة على رسم خارطة المستقبل، فإنه من الواجب علينا أن نستخلص الدروس والعبر من الماضي، ونقيم الواقع على أساس من الموضوعية والتجرد. ولذلك فإنني أجد أنه من الواجب علي أن أتقدم إليكم بكشف حساب فترتي الرئاسية في كل مجالات العمل الوطني، من خلال جلسات للنقاش والحوار وتبادل الرؤى تتسم بالشفافية والمصارحة، نستعرض خلالها التفاصيل والبيانات في إطار عرض للأرقام والحقائق المجردة وتحليلها على أساس علمي وفني. سنروي سويا حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، كيف كنا، كيف أصبحنا، وستكون الرواية رواية الصدق، الصدق وحده ولا شيء سواه. وأقول لكم الحق، إن ما أنجزته الأمة المصرية العريقة على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة الحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحدي، منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته. فكانت حكاية وطن هي إرادة وإصرار، هي إرادة وإصرار أمة. إنها رواية شعب عظيم استطاع في 4 سنوات بتماسكه وتلاحمه ووحدته أن يقف صامداً متحدياً التحدي ذاته، واجتاز بقوته وصلابته أعتى المخاطر. وقصة شعب عظيم رفض أن يخضع لغير إرادته الحرة، أو أن يرضخ إلى مصير تأباه عزته وكرامته
وشموخه. أبناء الشعب المصري العظيم، لقد استطاع المصريين بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه نظر اقتتال داخلي ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها. لقد وقف أبناء هذا الوطن العزيز بشجاعة ضد الإرهاب، وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار ضد أعداء الحياة والإنسانية. وكان في صدارة هذه المعركة أبناؤنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية. والذي سيكتب التاريخ تضحياتهم وبطولاتهم بحروف من نور في سجل النضال الوطني المصري. وعلى الجانب الآخر، كان المصريون في غمار معركة أخرى لا تقل شراسة أو نبلا عن معركة مواجهة الإرهاب، وهي معركة بناء المستقبل وإرادة الأمل وزراعة الأمل وإرساء أساس سليم متين لمستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة. ووضعنا سويا حجر الأساس لمشروعنا الوطني الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وطن حر ناهض بأيدي أبنائه، أبناء شعب كريم قوي. الأخوة والأخوات، إن تاريخ الأمم ليس حلقات منفصلة أو جزر منعزلة، بل هو سياق متصل يزدهر بالنضال والانتصارات التي تولد من رحم الصمود والمعاناة. وعلى الدوام كانت أمتنا أمة عظيمة صانعة للفخر والمجد. ولكي نستطيع العبور للمستقبل، علينا أن نقف وقفة حقيقية لنستخلص الدروس والعبر لما سبق، ونوثق لما تحقق توثيقاً حقيقياً، ثم نرسم ملامح الطريق إلى المستقبل. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن ما نحياه اليوم هو الناتج لما قمنا به بالأمس. وعلى مدار 50 عاماً مضت، تعرضت أمتنا لضربات عنيفة ومتتالية. ودعوني أذكركم بتلك اللحظة التي كادت أن تنكسر فيها إرادتنا الوطنية حين تعرضت لحرب يونيو 67، والذي وزلنا حتى اليوم نعاني من آثاره وتداعياته. ثم كان العبور للنصر في أكتوبر، والذي أعاد الكرامة الوطنية قبل الأرض، وتوحدت الأمة العربية كلها تحت لواء النصر. وما لبست المنطقة أن تستقر حتى تفجرت الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت على مدار 8 سنوات كاملة، حصدت خلالها أرواح مئات الآلاف وأهلكت عشرات المليارات من الدولارات من أموال الشعبين. وتأثرت الدول حولهما وراحت مقدرات الشعوب المجاورة في صراع لا جدوى منه ولا طائل إلا الخراب والدمار. ولم تكد الأمة أن تخرج من آتون هذه الحرب حتى تعرضت لهزة أكثر عنفاً وجرحاً أكثر عمقاً، حين فوجئنا جميعاً بالغزو العراقي للكويت عام 1990. وعلى مدار عقدين من الزمان عصفت الحروب بالعراق، وجرى ما جرى من تدمير لمقدرات الشعوب وإراقة لدماء الملايين وإهدار غير مسبوق للموارد العربية. وقبل أن تتبدد سحب الحروب من سماء منطقتنا العربية حل عام 2011 بأحداث ألمت بالمنطقة، انفجر خلالها الغضب المكنون في الصدور، وكانت الثورات طامحة للتغيير نحو الأفضل قبل أن تعتريها قوى الشر والظلام باسم الدين تارة وباسم الحرية والديمقراطية تارة أخرى. ووجدت القوى صاحبة المخططات والأطماع في الثروات والمقدرات العربية ضلتها في انتفاضات الشعوب، وما آلت إليه من وصول
الجماعات حاضنة التطرف وراعية الإرهاب إلى السلطة، ووجدت الفرصة سانحة لإسقاط الدول العربية والإجهاز على مقدرات الأوطان وتفكيك أوصالها. وكانت الخسائر الناجمة عن الأحداث التي شهدتها دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن هائلة وضخمة. وقد حددت بعض التقديرات الدولية حجم هذه الخسائر بحوالي 900 مليار دولار في البنية التحتية، وخلفت أكثر من 1,400,000 قتيل وأكثر من 15 مليون لاجئ. ومن قبلهم كانت أفغانستان والصومال وما عانته من ويلات الحروب والاقتتال الداخلي. إنني لا أتحدث عن مؤامرات متصلة، ولكنني أنبه إلى أن الغفلة هي التي تصنع المؤامرة، والضعف يبعث على العدوان والتفكيك والانقسام والتشرذم في معاول الهدم التي نهديها بأيدينا لأعداء الأمة لتحقيق أطماعها. السيدات والسادة، إنني منذ أن بدأت ممارسة حياتي العملية والمهنية كنت أراقب مقدمات ما يجري في منطقتنا، وأتابع عن كسب إرهاصات ما يحدث على أرض مصر خلال العقود الماضية. وفي مرحلة معينة كنت قد توقعت مبكراً وأدركت أن مصر هي الهدف الرئيسي والجائزة الكبرى لمن أراد بهذه الأمة شراً. وحين تنهض مصر وتستقر تنهض الأمة العربية بأسرها وتستقر، وتتوارى الدول من حولها إن هي توارت، غير أن وعي هذا الشعب العظيم كان بالمرصاد لما يدبره لبلاده، لما يدبر لبلاده، وكانت إرادة الله داعمة لمصر وللمصريين، وظلت عنايته تظلل أرضها الطيبة التي تجلى بنوره عليها. أبناء مصر الكرام، كنت أظن وليس كل الظن إثم أن نهاية مسيرتي المهنية لخدمة الوطن هي حين كنت وسط ممثلي فئات وطوائف المجتمع المصري في 3 يوليو 2013، منحازاً ومعي رجال القوات المسلحة لإرادة شعبنا العظيم. وكنت أعتبر أن قمة طموحي قد وصلت إليها حين توليت قيادة الجيش المصري العريق. وأشهد الله سبحانه وتعالى إنني ما كنت طالباً لمنصب أو سلطة، ولا متطلعاً لأي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدوره الوطني. ولكنني لم أتردد أمام تكليفكم لي بالترشح لرئاسة الجمهورية، وتوليت الأمانة وقررت أن أكون مواطناً مصرياً اخترتموه للقيام بمهمة إنقاذ وطن وحماية أمة. ومنذ اللحظة الأولى اخترت الصراحة طريقاً، فصارحتكم بحجم التحديات والمخاطر وحقائق الأوضاع على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وقلت لكم بكل وضوح إن إعادة بناء الدولة المصرية وإحداث تغير حقيقي في حياة المصريين وأبنائهم يستلزم منا جميعاً العمل الشاق والتضحيات الجسام والإخلاص والتجرد حتى نصل جميعاً إلى الهدف المنشود. وقد أبلغتكم في غير ذات مرة إنني بمفردي لا أستطيع أن أحقق شيئاً، لكننا معاً نستطيع أن نقهر أعتى التحديات. لا أستطيع بمفردي أبداً، ولن يستطيع. أنا عايز أقول هنا، يعني هخرج بس سياق لحظة كده، لن يستطيع أي رئيس يقف مكاني هنا إن يقدر يعمل حاجة بدونكم، لن يستطيع.
لكننا معا نستطيع أن نقهر أعتى التحديات وأن نصنع لبلادنا مجدا يليق بها وتاريخا نفخر به وتفخر به الأجيال المقبلة. وسبيلنا نحو ذلك هو التوحد حول الوطن والاصطفاف من أجله. شعب مصر العظيم، منذ أن بدأنا مسيرة العمل الوطني معا منذ 8 يونيو عام 2014، كانت الرؤية واضحة ومستمدة من أمال وتطلعات هذا الشعب الكريم، وكان اختياري واضحا حيث قررت أن أقتحم المشكلات وواجه التحديات في مسارات متوازية من أجل إيجاد حلول حقيقية لا ترتكز إلى الحلول الوقتية التي تؤدي إلى مزيد من التفاقم بعد حين. وقد كانت فلسفة مسار العمل الوطني في هذه الرؤية قائمة على أهداف أربعة، هي أولاً توفير فرص عمل لملايين الشباب المصري لتقليل نسب البطالة واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، ولا سيما من العمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات في البلدان العربية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات العملاقة ذات الطابع القومي. وكان في المقدمة حرصنا هو هذه المشروعات هو الاعتماد على الخامات والأيادي المصرية والشركات الوطنية. ثانياً، تقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم كساحة عمل وبناء في كافة المجالات وسط منطقة تموج بالإضطرابات والخراب والدمار، حتى تعود إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل. ثالثاً، إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي دولي متقدم من خلال تشييد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء هذا المركز عبر إقامة شبكة طرق هائلة وأنفاق تربط الضفة الشرقية والغربية لقناة السويس، وإنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومطارات حديثة وموانئ متطورة ومناطق صناعية متخصصة، مما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. رابعاً، تحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر وتعزيز عناصر القوى الشاملة للدولة ولا سيما القدرات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحدود الدولة وتأمين السلام والدفاع عن مقدرات هذا الوطن ومكتسباته وثرواته. وعلى مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية أوجزها فيما يلي: أولاً، ارتفاع الاحتياط النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. ثانياً، انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منهم 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. ثالثاً، كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%، ويأتي ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل. رابعاً، انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي، ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%. خامساً، تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017. سادساً، ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017. وقد بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو تقريباً ربعمائة مليار جنيه في مشروعات الإسكان والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية. وللقضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير المسكن الملائم للمصريين، شرعت الدولة في تنفيذ خطة
متكاملة للإسكان الاجتماعي تستهدف فئات الشباب وكذلك القضاء على العشوائيات، حيث تم بناء 25,000 وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية الخطرة. وهنا عايز أفكر نفسي وأفكركم إن إحنا قلنا إن إحنا بنستهدف في 30/6/18 إن إحنا نكون أنجزنا ما يساوي 180,000 وحدة سكنية لأهالينا في هذه المناطق. كما تم تنفيذ 245,000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 355,000 وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه. يعني احنا بنتكلم على تقريبا حوالي 600,000 وحدة سكنية بحوالي 100 مليار جنيه. ولتعظيم أحوال الدولة وتحسين البنية التحتية والاستثمارية وتسيير حركة نقل المواطنين والبضائع، تم تحقيق نهضة ضخمة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 7,000 كيلو، وده اللي احنا مستهدفينه برضو في 30/6/18 بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وده طبعا خلاف ما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم في حدود 25 مليار جنيه. وعلى مسار موازي كانت مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء منذ يوليو 2014 وسد العجز المزمن في توليد الطاقة في توليد القوة الكهربية في مقدمة أولويات الدولة، حيث تم إضافة قدرات كهربية بلغت 25,000 ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 18 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي. أنا بس عايز أقف قدام النقطة بتاعت الكهرباء ديت. يتصور البعض منا إن الكهرباء المطلوبة فقط هي محطات توليد طاقة، لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين أو إحنا شغالين دلوقتي في إنشاء شبكة نقل للكهرباء متقدمة ومحطات تحكم بيها قد تصل تكلفتها لحوالي 60-70 مليار جنيه. ده المحطات مش هتبقى كفاية، وكفاءة استخدامها لن تتحقق بأن احنا نؤهل الشبكة اللي بتحمل أو بتنقل هذه الطاقة وكمان محطات التحكم ليها. ولتوفير احتياجات الدولة من الوقود سواء لاستخدام المواطنين أو للاستخدامات الصناعية والاستثمارية، فقد تم تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع البترول من خلال توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف، حيث تضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثاليتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع. وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار، ليصل إنتاجها إلى 5 مليون قدم مربع في اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014. الأخوة والأخوات، لم يشغلنا الحاضر وتحديات عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما يمهد الطريق من أجل حياة أفضل للأبناء والأحفاد. لقد استشرفنا متطلبات الغد بالموائمة مع ضرورات اليوم، وكانت رؤية مصر 2030 هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، وانطلقنا في تنفيذها بعزم وإصرار ليأتي الجيل التالي الذي سيحمل مسؤولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة. وقد ارتكزت هذه الرؤية على زيادة الرقعة العمرانية على أرض مصر لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية والتي تمثل تحدياً كبيراً، فقد بلغ تعداد المصريين الآن ما يفوق 100 مليون نسمة، ومن المقدر أن يصل هذا الرقم إلى 150 مليون نسمة في عام 2030. ولذلك فقد كان من الحتمي أن نبدأ على الفور في بناء عدد من المدن الجديدة المتطورة تواكب متطلبات الحياة والتقدم في عصر جديد. وانطلقنا وفق خطة مدروسة ومرسومة نقيم العاصمة الجديدة و13 مدينة أخرى في شمال الدلتا وشرق القناة بسيناء والساحل الشمالي وفي صعيد مصر، توفر المسكن اللائق وفرص العمل الواسعة والمرافق والخدمات المتطورة لعشرات الملايين
من المصريين خلال السنوات المقبلة. وجنبا إلى جنب مع بناء المدن الجديدة شرعنا في إقامة مشروع عملاق هو استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان في إطار خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، وهو ما يعادل قرابة نصف مساحة الرقعة الزراعية التي امتدت على أرض مصر منذ عمق التاريخ، إضافة إلى مشروع آخر لإنشاء 100,000 صوبة زراعية تعادل في إنتاجها 1 مليون فدان. ومع كل ذلك شرعنا في إقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني. وغايتنا من كل ذلك هي توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والقادمين الجدد من المواليد في بلد يعتمد على الاستيراد في جانب كبير من غذائه. كذلك زيادة المعروض من المحاصيل والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك للحد من أسعارها بل وتخفيضها، بجانب توفير الملايين من فرص العمل في التجمعات الزراعية الصناعية التي نقيمها حول مشروعات الاستصلاح والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية. في ذات الوقت أولينا اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعنا شوطاً وخطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأساس بدمياط وغيرهما، كما خصصنا 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لتوفير التمويل اللازم لهم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة تفتح لهم مصادر الرزق وتوفر لغيرهم فرص عمل واسعة. الأخوة والأخوات، لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه. هنحقف أمام الأرقام ديت، هقف معاكم أمام الأرقام ديت. يمكن كتير من اللي بيسمعوني يقول إزاي ومش ممكن، وأنا بقول لهم في كتير من اللي بيتعمل أنتوا ما شفتهوش وما تعرفوش عنه حاجة خالص. أنا هقول حاجة كده 30/6/18 30/6/18 غير 1.5 مليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم دول، هيكون بيتزرع على جنب 200,000 فدان. ولو وزير الزراعة صدق معايا في كلامه وخلص 20,000 فدان اللي انا طلبت منهم، هيبقى 220,000 فدان. انا بتكلم كلام بجد. اخر 18 نص 19 يبقى 1 مليون فدان. انا بكلمكم كلام حقيقي. انا ماليش دعوه بال1.5 مليون فدان بتوع اللي شغاله فيها شركه الريف المصري، انا بتكلم على حاجه تانية بتتعمل دلوقتي وشغاله بالفعل. بجانب ده انا بتكلم، وقلت لكم قبل كده ان احنا واصلين ل100,000 صوبة ومليون راس ماشية ومزارع سمكية تقرب من 40,000 فدان مزارع سمكية. أنا بقول الأرقام دي بالذات غير الرقم اللي احنا قلناه، أنتوا عارفين يعني 2 تريليون جنيه؟ ده رقم كبير أوي، ده رقم كبير أوي. الناس ما تقولش الفلوس بتيجي منين بس. وكان لهذه المشروعات الأثر الأكبر في اختفاء ظاهرة قوارب الموت التي كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقا في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. ايوه، احنا من سبتمبر السنة اللي فاتت ما طلعش قارب واحد من مصر في اتجاه اوروبا، ومش هيطلع تاني ان شاء الله.
ولقد كانت باكورة هذه المشروعات القومية وفي القلب منها مشروع ازدواج قناة السويس وأنفاقها الأربعة الجديدة الذي أبهر العالم مرتين. الأولى حين احتشد المصريين في 8 أيام يكتتبون بمبلغ 64 مليار جنيه لهذا المشروع العملاق. أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا لو عايزين نعمل المشروع ده دلوقتي هذا الرقم أنا بقول لكم بكل تواضع يتضاعف مرتين أو ثلاثة، يعني 64 دول هيبقوا تقريبا تلت تكلفة المشروع اللي إحنا بنتكلم عليه ده. لكن ده كان كرم من ربنا لينا، ده كان كرم من ربنا مش شطارة، كرم من ربنا لينا وانتم ساهمتوا فيه. في ناس عايزة تعمل قنوات أخرى، في ناس عايزة تعمل قنوات أخرى. والله العظيم طول ما انتوا صابرين ما حد هيسبقكم. أنا بقول إحنا كلنا معانا كلنا، والله العظيم طول ما انتم كده شوفوا الكلمة دي ما تنسوهاش أبدا، كده لن يستطيع أحد بفضل الله، لن يستطيع أحد. والثانية حين استطاع أبناء الشعب بسواعدهم الفتية الانتهاء من شق القناة الجديدة وافتتاحها لخدمة الملاحة الدولية خلال 12 شهر فقط، وهو زمن قياسي غير مسبوق يستعصي على غير المصريين. وكان هذا الإنجاز هو الأساس لمشروع آخر عملاق بتدشين محور تنمية إقليم القناة الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للصناعات المتطورة والخدمات اللوجستية، ويشكل استثمارا هائلا لعبقرية الموقع والمكان وقدرات البشر في ارتياد آفاق التقدم المنشود لهذا الوطن. لقد كان إيماني وثقتي في الشباب المصري بلا حدود، حيث أعطيتهم الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة ورعيت احتياجاتهم على كافة المستويات. وكان انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب في نهاية عام الشباب 2016 بمثابة نقطة تحول في شكل علاقة الدولة بشبابها، حيث أصبح التواصل مباشرا والحوار بناء والنتائج عظيمة. فقد حققت هذه المؤتمرات عدة مخرجات وتوصيات تم تنفيذها بكل إصرار وإرادة، ولعل من أبرزها هو الإفراج عن مجموعات من الشباب المحبوسين والصادر بحقهم أحكام النهائية، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد. أنا هقف قدام الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. في أكاديمية زي كده تم إنشائها في فرنسا سنة 45، وأنا بتكلم عليها لأن هي كانت ساعتها الرئيس ديغول قال إن إحنا في فرنسا، ده بيتكلموا عن فرنسا الدولة العظيمة وقتها برضو، قالوا إن هم محتاجين يبقى عندهم معهد يؤهل ويعد شباب وكوادر قيادة الدولة الفرنسية للمستقبل، وعملوا هذه الأكاديمية سنة 45. والنهاردة ما فيش مسؤول في فرنسا من أول رئيس الجمهورية فما دون إلا لازم يكون خريج هذه الأكاديمية. أنا عايز أقول لكم إحنا ممكن نقتبس من الآخرين ونعمل حاجة، بس إحنا عايزين لما نعملها نديها الجدارة ونديها الجدية وتفضل تقوم بدور حقيقي. وعشان كده يمكن أنا كنت بتكلم مع الدكتورة هالة وزيرة التخطيط وبقول لها لابد يكون في إصرار حقيقي مننا على أن الدور اللي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الشباب والكوادر اللي هيتولي الدولة المصرية يكون دور قوي جدا، مسؤول جدا، قاسي جدا. قاسي جدا يعني قد إيه؟
يعني احنا هنعمل اختبارات قاسية جدا عشان ننتقي افضل العناصر اللي موجودة في مصر، واحنا بنختبرها وبنعدها هنبقى برضو قاسيين جدا في هذا الامر. ليه؟ عشان اللي يجي يقف مكاننا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة الدولة وحمايتها والرقي بها، ما يجيش يتعلم فيها، ما يجيش يتعلم فيها. كما عملت الدولة على توفير متنفس للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا إنشاء عدد من المدن الرياضية الشاملة. وليقيني بضرورة تدريب وتأهيل الشباب، فقد تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، وبرنامج تدريب فعلا انتوا كده مؤهلين. طيب خلي بالكم انا بكلم الشباب اللي بيتدرب دلوقتي، البلد دي امانه في رقبتكم، البلد دي امانه في رقبتكم، الحفاظ عليها امانه في رقبتكم، التقدم بها امانه في رقبتكم. وبرنامج تدريب اتفضلوا استريح وبرنامج تدريب وتأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة، وهما البرنامجان اللذان أصبحا نواة لإطلاق الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ذلك المشروع الطموح الذي نستهدف به إنشاء قاعدة شبابية وطنية مؤهلة بالتوأمة مع كبرى الأكاديميات المماثلة حول العالم في كافة المجالات والقطاعات طبقا لأحدث النظم العالمية. وكذلك فقد كانت المرأة المصرية ضمير الأمة النابض. طب والله أنا مش منحاز لها ولا حاجة، صحيح والله، لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة. أنا قلت في بداية الكلام في الأول خالص، هي الأم اللي قدمت والأخت اللي قدمت والزوجة اللي اترملت، آسف، الابنة اللي فقدت أبوها كمان، هي مين؟ هي لما احنا جينا وعملنا إجراءات قاسية ما كانش في بديل عنها، مين اللي تحمل؟ هي مين كان ضمير الأمة ديت؟ لا برضو ده أمر احنا بنسجله ولازم نسجله ولازم نحترم ونقدر الدور ده، ونقول نعطي الحق لهم. وبالمناسبة أنا دايما بخاطبهم، لأن أنا يعني عشمان قوي فيهم، لأن هم اللي هيساعدونا، بيساعدونا لأن هي الأم والزوجة والبنت والأخت اللي ممكن تعين الزوج والأخ. لا أنا عايزكم جنبي، عايزكم جنبي أبدا، أنا مش عايز حد أبدا والله، إحنا كلنا عايزين نبقى جنب بعض، أنا مش عايز حد يبقى وراي، أنا بتمنى إن أنتوا تبقوا قدامي كمان، لقد كانت المرأة المصرية ضمير الأمة النابض محل الاهتمام والرعاية، وذلك حقها الأصيل دون شك، بعد أن تصدرت عزيمات مصر مقدمة صفوف المواجهة وتحملنا المسؤولية الوطنية بجسارة وإقدام. سيظل محل اعتزاز وتقدير للوطن كله، ونرى الآن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تصل إلى 15% لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل عدد تمثيلها في الحكومة إلى 20%. خلي بالكم يا رجالة.
وتقدمت الحكومة بعدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب، والتي تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها، وتم بالفعل إقرارها، وتم إطلاق مشروع تنمية المرأة الريفية ومحدودة الدخل ومشروعات الأسر المنتجة وتنمية كوادر الرائدات المجتمعيات والقيادات النسائية. السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، إن العقول هي قاطرة الأمم، والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي، فقد احتلت مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة ترتيباً متقدماً في أجندة العمل الوطني، حيث زادت عدد الفصول والمعامل بأكثر من 41 ألف فصل وخمسة ألاف معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة. ولأن المعلم هو الركن الأساسي والعنصر الأهم في تطوير منظومة التعليم، فقد حرصنا على إطلاق برنامج المعلمون أولاً، الذي يهدف إلى تأهيل المعلمين على أحدث الطرق والوسائل، وقد تخرج بالفعل 10,000 معلم كدفعة أولى من هذا البرنامج. كما قامت الحكومة بتوفير الشريحة الثالثة من كادر المعلم، والتي تقدر بنحو 125% من الراتب الأساسي. وانطلق كذلك بنك المعرفة المصري، والذي يعد أكبر مكتبة رقمية تضم أهم وأبرز الدوريات العلمية والكتب والبحوث والمقالات على مستوى العالم، وتتاح خدماته لكافة المواطنين مجاناً، ولا سيما الشباب والباحثين. كما تم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفى بنسبة بلغت 23%. ولأن البحث العلمي هو أحد أهم ركائز عملية التنمية، فقد كان لزاماً علينا أن نسعى لتطويره ودعمه، حيث ارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة بلغت 232%، وشهدت أعداد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً ارتفاعاً بنسبة زيادة بلغت 29%، وزاد عدد المبعوثين في الخارج بنسبة 72%، وبتكلفة قدرها 700 مليون جنيه. شعب مصر العظيم، أقسمت أمامكم منذ نحو 42 شهراً مضت على أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، والتزمت معكم بصراحة القول وصدق الحديث. لم أخفي عليكم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي كانت تهدر حاضر البلاد ومستقبل الأجيال القادمة. كشفتكم بأن الإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاماً، وظلت تتأجل وترجأ حتى كادت البلاد تسقط في هوية انهيار اقتصادي. وقلت لكم إن الإصلاح ضرورة حتمية من أجل الإنقاذ، وإن إجراءاته الاضطرارية هي علاج لا غنى عنه لتجنب مصير لا يمكن الفكاك منه. يتهدد البلاد والشعب بأكثر مما تتهددها أي مخاطر أخرى، فبدون الإصلاح الاقتصادي لن يكون بمقدور الدولة في المستقبل القريب الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجور والمعاشات، ولن تستطيع الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم. واسمحوا لي أتوقف هنا لحظة وأقول لكم باختصار شديد فقط، لكن هيبقى في فرصة خلال اليومين الجايين إن احنا نتكلم في كل الموضوعات اللي أنا تناولتها في الافتتاحية. أنا عايز أقول لكم وأرجو إن كلكم تتوقفوا قدام الأرقام بشكل أو بآخر. احنا المرتبات زادت من 2011 لحتى الآن من 80 مليار جنيه ل 230 مليار جنيه تقريبا، يعني احنا ممكن نقول الرقم ده كده ويعني ما نتوقفش قدامه كتير. لكن انا عايز اقول لكم لو انا بستلف 150 مليار جنيه، الفايده من 15 ل 20% متوسطه، يعني خلال 5 لـ 7 سنه ال 150 يبقى 300، ال 150 مليار جنيه يبقى 300. يعني انا لو خدت 150 مليار جنيه في السنه الاولى، خلال 5 سنوات ال 150 مليار يبقى 300 مليار جنيه احنا بنستلفهم.
وبندفع خدماتهم، خدماتهم يعني الفايدة بتاعتهم. طب احنا نقدر نتوقف عند ان الاجور دي ما تدفعش والمعاشات دي ما تدفعش؟ ما نقدرش. فبنستلفهم وهنستلفهم، بنستلفهم وهنستلفهم وهندفع خدماتهم، لانها في الاخر مرتبات ناس ملايين المصريين بيعيشوا عليها. لكن لو كان كل سنه باخد 100 بستلف 150، انا بتكلم على مرتبات فقط، لا بتكلم على دعم ولا اي شيء اخر. اذا ال 150 مليار اللي بستلفهم بيبقوا السنه اللي بعديهم تقريبا بقوا 180، السنه اللي بعديهم بقوا 210 تقريبا. انا بحاول ازود 30 بس كده كل سنه، يبقى في خلال 5 سنين بقوا 300 مليار. 300 مليار. طب احنا كنا رايحين على فين؟ او احنا كده رايحين على فين؟ حد يقول لي طب ما هو، طب ما للحل ايه؟ الحل ان احنا لو كان دخلي 1000 وعليا 500 لازم يبقى دخلي 2000 ويفضل الرقم 500 لو امكن. انا مش عايز اخش معاكم في ارقام كتير، بس اقفوا قدام الرقم ده كويس، وما لناش خيار تاني في ان احنا نستلفه كل سنه وندفع فوائده كل سنه، والفوائد تتحط على الرقم وتزيد سنه بعد سنه. يعني بالمناسبه ال 300، انا قلت ال 150 بعد 5 سنين يبقوا 300، وال 300 دول يبقوا بعد 5 سنين كام؟ 600. لو استمرت الارقام بالطريقه ديت، ال 150 اللي احنا خدناهم بعد 5 سنين يبقوا 300، وال 300 دول اللي هم ال 150 الاولانيين بعد 5 سنين تانيين يبقوا 600 مليار. هي دي الحكايه. ساعات كده حد يقول لك ايه، انتوا استلفتوا ليه والدين زاد عليكم ليه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه غير ان انا اشتغل واشتغل، مش انا، احنا، ونصبر ونتحمل. فبدون الاصلاح لن يكون بمقدور الدوله في المستقبل القريب الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجور والمعاشات، ولن تستطيع الانفاق على الخدمات كالصحة والتعليم أو المرافق كالإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي في ظل عجز متزايد في الموازنة العامة، يؤدي إلى تفاقم الدين العام وعدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الإفلاس. لم أتردد في اتخاذ قرار الإصلاح برغم كل التقديرات التي كانت تنصح بإرجاء القرار إلى مرحلة مقبلة أو إلى عهد رئيس جديد، حفاظا على شعبية اكتسبتها في الشارع المصري. دي هتبقى خيانة، هتبقى خيانة. أنا اعتبرتها خيانة. يعني أنا أبقى عارف إن أنا حاسبها للي بعدي وتتخرب، طب ما أنا هبقى خنتكم وخنت أمانة المسؤولية وضيعتكم تاني. هي ما تضيعش معايا وتضيع مع غيري؟ لا تضيع معايا ولا تضيع مع غيري. اتخذت القرار لأنني لست ممن يقيدون على مستقبل شعب بمصلحة شخص، ولست ممن يردون على أنفسهم ولا على وطنيتهم ولا على دينهم خداع الجماهير من أجل نيل صيحات هتاف لفرد على حساب غد أفضل لأمة. أقدمت على القرار من أجل هذا الشعب العظيم ومن أجل أبنائنا وأحفادنا، واخترت له التوقيت الأنسب بعد أن تهيأت الأوضاع الملائمة والظروف المواتية، وكنت أراهن في تقبل القرار على وعي الجماهير المصرية. عرفت ليه إحنا وقفنا في الأول والشكر والتقدير والمحبة لكم؟ عشان كده، عشان اللي أنا بقول عليه ده. الدنيا كلها كانت بتقول يوم 11/11 السنة اللي فاتت يلا الدنيا هتولع في مصر. صحيح. وحتى يعني زمايلنا في الحكومة يعني رفقا وكده قالوا طب ما تخلوها بعد 11/11.
صحيح. فقلت لهم لا والله انا اعتبر ان انا اكني خدعتهم تاني، ان انا اجلت الموضوع لغايه بعد 11، يعني ايه خلاص ضحكت عليكم يلا بقى طلع القرار. لا عيب. والحقيقه كنت اشرف واعظم واكرم، شرفتوني. والله صحيح شرفتوني واكرمتموني وعزتوني ورفعت راسي قدام الدنيا كلها باللي انتوا عملتوه، والله والله والله. كنت أراهن في تقبل القرار على وعي الجماهير المصرية وعلى إدراكها لمصلحة بلدها وعلى ثقتها في صدق وإخلاص قيادتها. ولقد حرصت على أن تصاحب خطوات الإصلاح وترافقها حزمة من الإجراءات الحماية غير المسبوقة للتخفيف عن الأسرة المصرية بأقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للبلاد. قمنا بزيادة الأجور في يوليو الماضي بعلاوة خاصة وعلاوة غلاء بجانب العلاوة الدورية تكلفت 14 مليار جنيه لتزيد مخصصات الأجور في الموازنة العامة من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 230 مليار جنيه هذا العام بنسبة تقترب من 300%. قمنا بزيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه ابتداء من يوليو الماضي، وكنا قد زدنا الحد الأدنى في العام الماضي من 375 جنيها إلى 500 جنيه. أما عن معاش تكافل وكرامة فقد تم زيادة الحد الأدنى للمعاش في بداية العام المالي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق، وليتراوح بين 350 جنيه و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة. وحسب عدد الأطفال والمراحل الدراسية، وتم ضم الأطفال الأيتام إلى هذا المعاش، وارتفع عدد المستفيدين منه أبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة بجانب 1,750,000 من المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي. وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ 3 سنوات إلى 17 مليار و250 مليون جنيه لتغطي 10% من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا. في نفس الوقت زدنا مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيه، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيه. ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنويا، وهو ما يعني زيادة أخرى في دخل الفرد. كما قمنا بتدشين مشروع وطني طموح لتحسين حياة المصريين، نجح في الوصول بمياه الشرب النقية إلى 96% من الأسر المصرية في كل أرجاء البلاد. وتم مد خدمة الصرف الصحي لتغطي 16% من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10% منذ 42 شهر، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول بهذه الخدمة إلى 40% من قرى مصر. وكان في صدارة ما حرصت عليه منذ توليت منصبي القضاء على آفة تهدد حياة أبناء الشعب وتدمير صحة الملايين من زهرة شبابه هي وباء فيروس سي. وبفضل الله نجحنا بعد ملحمة جهد وعطاء رائعة في حصار هذا الوباء، وتم تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، والوصول بنسبة الشفاء إلى 97% مع القضاء على قوائم انتظار المرضى لتلقي العلاج ابتداء من منتصف 2016. واستكمالا لهذه الملحمة تم إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020، والذي نأمل أن تصبح مصر في نهايته خالية تماما من هذا الوباء. الأخوة والأخوات، برغم كل تلك الجهود وغيرها فإنني ألمس ما تعانيه الطبقات البسيطة
والمتوسطة من أعباء معيشية، وأؤكد أنني لن أدخر جهدا في بذل كل ما هو مستطاع للتخفيف عنهم ورفع مستوى معيشتهم. إن عملية الإصلاح التي قطعنا فيها شوطا كبيرا بدأت تتفتح بشائرها وتلوح نتائجها من خلال مؤشرات اقتصادية طيبة وتقارير إيجابية للمؤسسات الدولية تظهر انخفاض نسبة البطالة ومعدلات التضخم، ويؤكد ارتفاع معدل النمو إلى حدود 5% بحلول نهاية العام المالي الحالي. الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر العظيم، منذ قرابة 4 سنوات كانت مصر منشغلة بهمومها وأوضاعها الداخلية عن أمتها العربية، كانت منعزلة عن قارتها الإفريقية، وكانت عضويتها مجمدة في الاتحاد الإفريقي الذي شاركت في تأسيسه. كانت مكانتها قد تراجعت في عالمها، وكانت تعاني من عزلة دولية فرضت عليها في أعقاب ثورة يونيو. والآن استردت مصر مكانتها وتأثيرها في محيطها العربي والإفريقي. عادت مصر من جديد قلبا نابضا لأمتها العربية، ومدافعا صلبا عن حقوقها التي لا تنازل عنها ولا مساومة ولا تفريط. عادت مصر تجاهد بدأب وتكافح بإخلاص في سبيل الحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية الشقيقة ومعاونتها في الخروج من أزماتها التي عصفت بأمنها واستقرارها وتحقيق المصالحة الوطنية بين مكوناتها، لكي تستعيد هذه الدول الشقيقة دورها المنشود. استعادت مصر مكانتها في عالمها ومدت جسور التعاون مع القوى الفاعلة والكبرى من أقصى العالم إلى أقصاه في علاقات متوازنة تقوم على الحوار والتشاور وتتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. والآن أقول بكل اعتزاز إن كلمة مصر صارت مسموعة في كل المحافل، وصارت مواقفها المبدئية الشجاعة والصادقة مع الاحترام وتقدير الجميع. أقول بكل فخر إن هامة مصر عالية ورايتها خفاقة وكرامتها مصانة. أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلاً. أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلا. عارفين إن القرار مستقل ليه؟ مش عشان أنا، عشان كنتوا. والله والله تاني، قرار مصر مستقل 100%. بس ليه؟ عشان المصريين. محدش هيقدر ابدا يضغط علينا ولا يخلينا ناخد قرارات لا تليق بمصر ومكانتها وشرفها وعزها ابدا طول ما انتم تاني كده. انتم أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلا ينبع من إرادة هذا الشعب وتوخى صالح هذا الوطن ويرعى مصالح هذه الأمة. الأخوة والأخوات، إنني لا أسعى من وراء جلسات المكاشفة والمصارحة التي سنعقدها على مدار اليومين القادمين مجرد تقديم كشف حساب للرئيس تنتهي مدة رئاسته، إنما هدفي هو عرض صورة لما تحقق على أرض هذا الوطن بجهد وعرق وتضحيات هذا الشعب العظيم على مدى قرابة 4 سنوات. ولقد حرصت على إعلان كل الحقائق والبيانات والأرقام للشعب، برغم أن الإفصاح عن بعضها قد لا يكون مناسباً من منظور اعتبارات الأمن القومي. غير أن إيماني راسخ لا يتزعزع بأن وعي الشعب بما جرى ويجري على أرض بلادي وإدراكه لكل الجوانب والأبعاد هو أقوى ركائز الأمن القومي وأهم دعائمه. إنني أدعوكم لأن نستمع معا في جلسات الصدق
ومصارحة مصرية إلى قصة وطن يتحدث عن نفسه ولا حكاية شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر. قبل ما أقفل كلامي وانتهي منه، في بيت شعر بيقول: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. أنا متهيألي إن المفروض يتقال المصريين يقولوا: وقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد المجد وحدنا. شكراً.